يعني ما فيش مبرر ابدا انشغال الحياه وضغوط الحياه والعمل وغيره ان ده يشغلني عن السؤال على الاب والام والسؤال على اهلي بشكل يعني دائم. كان ليا صديق يقول لي انا ما اعرفش اشتغل او ابتدي يومي الا ما اسمع صوت امي في التليفون واطمن عليها، يعني بدايه يومي وانا اشتغل الا لازم اعمل مكالمه على الاقل. فاحنا نقدر نفضي وقت ونقدر نخصص هذه المساحه بالرغم من الضغوط اليوميه اللي بنعيشها. طيب لمن لا يسأل يعني نقدر نقول كده في نوع من الانشغال الشديد والهجر لأيام وشهور، هذا الشخص إزاي يعني بيقف أمام ربنا سبحانه وتعالى وإزاي بيحاسب نفسه أنه ممكن في يوم من الأيام يفقد الأب ويندم أشد الندم على أوقات ضيعها دون السؤال ودون رعاية والده ووالدته؟ طيب ده يعني الشخص ده للأسف اسمه محروم. محروم؟ أيوة. محروم من إيه؟ محروم من دعوة مستجابة. تخيل لما حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث لا ترد دعوتهم، ثلاثة كده لهم دعوة مستجابة: الإمام العادل، ودعوة الوالد لولده، وفي رواية ودعوة الوالد على ولده. تخيل كده محروم لما ما يتصلش بوالدته أو والده ويقول لهم عاملين البركة. إيه البركة. محروم من البركة. وسيدنا النبي علمنا زي ما حضرتك تفضلتي مفهوم البركة من سره، ودي فايدة من فوائد بقى الصلة والبر والإحسان، البركة في المال والصحة والولد. قال رسول الله: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وأولى الناس بي وأولى الناس بالرحم وأولى الناس بالصلة والبر والإحسان الوالد والوالدة. لذلك أنا لو خسرت والدي ووالدتي اتقفل في وشي باب من أبواب الجنة. سيدنا النبي قال ذلك: الوالد باب من أبواب الجنة. تخيل بقى وهو موجود كده وأنا بروح ها أو بتصل بيها، يعني من رحمة ربنا علينا وسائل التقارب دلوقتي ووسائل التواصل قربت البعيد، فأنا ممكن وأنا قاعد أفتح الكاميرا وأشوف والدي ووالدتي وأسلم عليهم وهم يكلموني ويكلموا أولادي. يبقى أنا بعمل هنا نوع من الألفة، نوع من الإحسان، نوع من المودة. للأسف بعض الناس دلوقتي المشغولين حتى لما يروح يزور أهله ويزور والده ووالدته يقعد ويمسك التليفون ويلعب كده وكأنه مش مديهم انتباه وكأنه جاي هو يريح. وبيزعلوا، بيزعلوا طبعا، بيبقوا أقوياء الملاحظة جدا في الحاجات دي، وكأنه هو رايح عشان يرتاح من أعباء الحياة شوية عندهم فيمسك التليفون ويقعد بمعزل بعيد عنهم. لا، ده انت رايح تقعد معهم، رايح تضحكهم. لذلك لما يجي شاب لسيدنا النبي وعاوز يجاهد برضه يقول له: ارجع إلى أبويك فأضحكهما كما أبكيتهما. ده موجود في السنة. يقول له: انت زعلتهم عشان انت جاي تجاهد، ما الطبيعي وانت مسافر الأب والأم زعلانين، فالطبيعي ان انت تدخل السرور عليهما. ده من البر والإحسان. فمحروم من لم يأخذ دعوة من أبيه وأمه، محروم من فقد أباه وأمه ولم يدخلاه الجنة. لذلك سيدنا النبي اداني يعني اداني منظر عجيب غريب، يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم، ومنهم العاق لوالديه.